هيا بما والحديد لنظر في حبو سلمى يذهب اليني يلي كانوا 80 حراسه لابتي غامده يصرمون العدو صرمه ويتوقد يهنم من على يمية متراسه. هذه من كلمات الشاعر عامر الشعيبي. اليوم معنا مصطلحات من الجبل والباديه في ولايه الطاقه. معنا اليوم ثلاث مصطلحات، مصطلح واحد اخذناه ولكن له تسمية أخرى راح نأخذها. هذا المصطلح إيش يسمونه؟ الشجب؟ هذا زي الشجب. شجب. شجب. وين يستخدمونه؟ هذا نستخدمه إذا ذبحنا ابن البقرة، عندما نستعمله هذا عشان نتوقع أمه يكون هذا هو موجود. بتيجي هذا عندما تشم ريحته ينزل منها الدر والطبقة تتوقع أن يكون ابنها موجود. وأيضا عندنا هذا ما أعتقد الجميع يعرفه اللي هو الترس. هذا اسمه ترس. نعم. نعم. هذا الترس نستعمله زمان للسلاح اللي هي السيوف، دفاع عن النفس. وهذا اسمه قرطلة. اسمه قرطلة مكتوب لي طبعا مثل ما انتم شايفين. هذا اللي حفظ الأطعمة قلت لي، أو الملح أو شيء؟ هذا نستعمل فيه الملح ونستعمل فيه الأشياء الأغراض القديمة، لأن الناس من زمان ما عندهم أشياء يستعمل ونستعمل هذه الأغراض المحتاجة. هذه بالنسبة للمصطلحات. معنا فنانة